السيد <applause> لافروف أنتم أشرتم الآن إلى القضية الفلسطينية في أكتوبر الماضي زار موسكو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعده زارها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس هل كل ذلك يعكس توجها روسيا جديدا لحل القضية؟ كما تعلمون لن تكون هناك أي أطروحات جديدة على خلاف استئناف استئناف المفاوضات المباشره بين الفلسطينيين والاسرائيليين وليس لدي اي شك في ان يجب ان يكون هناك حل من الدولتين يجب ان نتوافق بشكل كبير على الوضع النهائي للدوله الفلسطينيه والوضع الحالي الموجود على الارض بدعم من الامم المتحده في هذا الصدد اود ان اقول في انني ادعم بشكل كبير القرارات الثنائيه التي يجب ان تتخذ من الطرفين بالطبع الدوله الاسرائيليه للاسف للاسف هي مستمره في سياستها الاستيطانيه وبناء بناء المستوطنات جديده على الرغم من القرارات الاتحاد الاوروبي وامريكا وروسيا والقرارات الامميه ومجلس الامن ووجود الوسطاء الذين يدعمون هذا النهج ولكن هي مستمره في انشاء المستوطنات لكي تغير الوضع على أرض. وعلى هذا الأساس نحن ندعم الاستئناف الفوري للمفاوضات بين الطرفين و... ولا يجب أن تتغير الوضع التاريخي للمنطقة المقدسة والمسجد الأقصى في القدس يجب ألا تلجأ الدولة الاسرائيلية الى تغيير الوضع على الارض في هدم المنازل الفلسطينيين وتغيير الوضع كوضع على الارض مختلف وعلى هذا الاساس هناك تحرك من الخبراء السياسيين في العالم ونحن على مستوى الوزراء نعمل مع زملائنا في الدولتين لتحفيزهم للمفاوضات امريكا لديها نهج مختلف مختلف لديها توجه في انها لا يجب ان ترفع الامر على مستوى الوزراء ولكن يجب ان تكون هناك دبلوماسيه سياسيه بين الفلسطينيين والاسرائيليين ودائما لا يوجد ضمانات لان نصل الى حل يرضي الطرفين ولكن فلنحاول ولندعمهم لكي يصلوا الى هذا الحل.